أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض من يعتني بالإعجاز القرآني فسر قوله تعالى بينهما برزخ لا يبغيان، قال: إن بين كل بحر وبحر مياه فيها صفة بهذا البحر وصفة بالبحر الآخر، لكنه يمنع امتزاج ماء البحرين بعضهما ببعض، حيث إن العلم الحديث قد أثبت ذلك، فهل تفسر الآية بهذا المعنى؟ القرآن لا يفسر إلا بالأوجه التفسير المعروف، لا يفسر بالآراء وبالنظريات الحديثة أو ما يسمونه بالعلم الحديث، لا يفسر بهذا، لأن نظريات مبنية على الظن وتختلف وربما تكون خاطئة ويجي نظريات أخرى تكذبها، فلا تجعل تفسيرا للقرآن الذي هو كلام الله، لأن تفسير القرآن بغير الوجوه الصحيحة تقول على الله بغير علم، تقول على الله بغير علم، تخرص. نعم.